نتعزى بالرب ونستمتع يملانا بركة وقولوا أمين. وفي كل يوم راح هنا نتجمع ومعانا أحلى المرنمين. نتعزى بالرب ونستمتع يملانا بركة وقولوا أمين. وفي كل يوم راح هنا نتجمع ومعانا أحلى المرنمين. نتعزى بالرب العمدة فالح راجل أصيل على طول يصلي باستمرار ويجمع أهل البلد يماتي يقعد يرنم في الدوار. العمدة فالح راجل أصيل على طول يصلي باستمرار ويجمع أهل البلد يماتي يقعد يرنم في الدوار. العمدة حبايبنا المشاهدين في كل مكان، اهلا ومرحب بيكم في حلقه جديده ودوار العمده. العمده فالح نورنا النهارده في الدوار حبيب المرنم الجميل الغالي على قلبي الاخ علاء حسني. اهلا بيك يا رجل الله. اهلا بيك يا حضره العمده فالح الغالي عليا جدا جدا جدا. نورت الدوار يا غالي. حبيبي عمده ربنا ما يحشنك ابدا ويخليك دايما. كمان حبيبي العازف الجميل البركه اللي في وسطينا الاخ كريم عياد. اهلا بيك يا رجل الله. حبيبي يا عمده وحشني عازفك الجميل. النهاردة حلقتنا بعنوان ارعى غنمي، كلمة الله بيرددها كتير ولناس مؤمنين ولا سيما خدام وليهم عمل عظيم في حقل الخدمة، لكن مروا بظروف فتور بظروف ضعف. النهاردة هنتكلم عن شخصية جميلة جدا عاشت مع المسيح من وقت ما بدأ الخدمة والله تمجد بيه، لكن مر زي أي حد فينا مر بحالة ضعف. نتكلم عن بطرس اللي بيحب الرب جدا، اللي الرب قال له ده انت الصخره وعلى الصخره دي هبني كنيستي، اللي ما استحملش يشوف الناس بيقبضوا على الرب يسوع لكن خد السيف وراح قطع ودن عبد اللي جاي يقبض على الرب يسوع ملخس. لكن النهارده الرب جاي يقول له انت انكرتني يا بطرس وانكرتني 3 مرات وقدام مين؟ قدام جاريه. لكن انا النهارده عايز اقول لك ان الخطه ما انتهتش يا بطرس، لكن انت ليك خطة عظيمة عندي. عشان كده الرب بيخاطبنا في انجيل يوحنا اصحاح 21 وعدد 15 بيقول كده: فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس، هو كان راح لهم على بحيرة طبرية وقعدوا الليل كله ما يصطادوش، لكن راح الرب وقال لهم خشوا على الجانب اليمين وارموا الشبكة وطلعوا بسمك كتير. ولما طلعوا بقى على الشط كان محضر لهم ايه بقى يا اخويا علاء؟ كان محضر لهم سمك، لكن جال حاجة مهمة قوي، قال لهم انا عايز من السمك اللي انتوا اصطادتوه. سمك طازه بقى. طلع بقى السمك عايز يقول له انا بحب جو السمر اللي بشوفه من اولادي حبيبي المؤمنين. حبيبي بفرح قوي لما بشوف ابني مستخدم. نعم. بشوفه بيجيب نفوس وبيعرف يهجم على مملكه العدو ويخطف منها نفوس. يكون صاحي كمان يا عمرو. طبعا صاحي وفعال. وبيثمر. بيثمر 30 و60 و100. هللويا. كذبوا من قالوا اني وحيد في الارض دون سنين. من هزأوا من ايماني برب المجيد. كذبوا من زيفوا الكلمات واستهزأوا بالذات واشاعوا ان الله بعيد. قول يا رجل الله، قول كده كلمنا عن الرب اللي فيك وعن الرب اللي بيدور على كل واحد من اولاده الغاليين على قلبه. عايز اقول حاجه عمده، انه الله لكل واحد مؤمن مش بعيد، ده قريب منه. تخيل انا جنبيك، لو حضرتك
اسف يا عمده، حصل حاجه، موقف مثلا، اغمى عليك ولا حاجه، هتلاقيني بسرعه مسكت فيك. عمده خلي بالك ايه اللي حصل، مش عارف ايه واجب. فما بالك شخص رب يسوع المسيح اللي قريب منك، حتى لو تعبت سنيد ليك في كل المراحل، ومن الشباب ومن الشيبه ومن يعني ومن الطفوله الى الشيبه، هو معايا في كل مراحل عمر حياتي، سندني. يا لروعه حبه، يا لروعه حبه واحسانه. فالله من قالوا اني وحيد. خلي بالك يا بطرس، ده ابليس طلبك، الشيطان طلبك عشان يغربلك كالحنطه، عشان انا كده صليت عشانك لكي لا يفنى ايمانك. اوعى تكونوا فاكرين ان القصه انتهت لما بطرس انكر المسيح وراح بكى بكاء مر، لكن الله يقول له خلي بالك، ده انت في وعظه واحده يا بطرس هتكسب 3000 نفس بعد ما كنت خايف وبتنكرني. انا لما افيض عليك بروحي يا بطرس هتتغير لواحد تاني خالص، حتى لو كان في حياتك في ضعف. يقول كده الكتاب في يوحنا 21:15، فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، اتحبني اكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، انت تعلم اني احبك. قال له: بتحبني؟ وخلي بالك هو كان عارف انه بيحبه، بدليل ان بطرس لما رد عليه قال له: انت عارف كويس ان بطرس بيحبك، حتى لو مر بظروف صعبه، بظروف ضعف.
يكرر عليك كلام تاني. فقال له ايضا ثانيه: يا سمعان ابن يونة اتحبني؟ قال له: نعم يا رب، انت تعلم اني احبك. قال له: ارعى غنمي. قال له ثالثه: يا سمعان ابن يونة. فحزن بطرس لانه قال له ثالثه: اتحبني؟ فقال له: يا رب، انت تعلم كل شيء، انت تعرف اني احبك. فقال له يسوع: ارعى غنمي. الله النهارده جاي يقول لكل خادم يشوف، كل مؤمن في حقل الخدمه، الله جاي يقول له مره واثنين وثلاثه: ارعى غنمي. عايز يقول له بالبلد كده بينه وبينكم: خلي بالك من اخواتك، شدد اخواتك. انت لما ترجع شدد اخواتك. مش بس كده، عايز يقول له ان انت وكاله امينه انا حطيتها بين ايديك، غنم، خلي بالك منهم يا بطرس، خلي بالك، انت قائد عظيم. الله بيشجع بطرس النهارده: يا رب، ده انا سبتك وانقرتك، لا، ده انت ليك خطه عظيمه، ده انت بتشارك معايا في المجد اللي بيتصنع واللي هيتصنع. انت غالي عليا يا بطرس، انا اخترتك، انا قلت لك من البدايه انت صياد للناس، بس من بكره وبعده ومن النهارده يا بطرس انت هتشتغل في قرني، انت هتكون معايا. حتى يا رب، لو انا بتخيل ان بطرس عمل كده، انا بتخيل ان بطرس حط وشه كده في التراب وبص كده وهو بيتذكر، وهو بينكر الرب مره واثنين وثلاثه، وهو بيتذكر الديك لما بيصيح اخويا علاء، وبيفكر بطرس بالكلام اللي قاله الرب انه قبل ما يصيح الديك مرتين: يا بطرس هتنكرني ثلاث مرات. لكن يشجعه كلام الكتاب، مش مره ولا اثنين لكن ثلاث مرات: ارعى غنمي. تكليف عظيم من الرب شخصيا لبطرس انه يرعى غنمه. تعالوا احنا في الترنيمه جاي نقولوا: بفرض انها ايام صعبه والناس تعبانه يا اخويا علاء، انا عارف والرب شرحها ومستنيها زي ما نقول، انا هعمل كل اللي عليا. عايز اقول حاجه ثانيه يا عمده، واقول لاخواتي كمان الافاضل، الرب يباركهم ويحفظهم، المشاهدين الرائعين. عايز اقول انه لما الرب قال لسمعان، قال له: اتحبني؟ قال له: نعم يا رب، انت عارف زي ما انت كنت بتقول يا عمده. قال له: ارعى خرافي. وبعد كده قال له: ارعى غنم. وبعد كده قال له ايه؟ ارعى غنمي. ارعى غنمي. فما بالك الغنم، وغير كمان في جداء صغيره. ايوه. الجداء دي طب مين يرعاها غيرك انت؟ طب انا يعني انا عايز اقول حاجه عم هرجع تاني واقول حاجه بسيطه. المراه السامريه. ايوه. دخلت لاهوت يا عمده؟ ما دخلتش لاهوت. لا لا لا، ده واخده ماجستير يا عمده. ما دخلتش لاهوت خالص ولا درست. يا عمده مش واخده ماجستير. ولا حتى تعرف تقرا وتكتب. امال احنا بنشوف. طب وبعدين يا عمده؟ ده بقول كده خرجت بسرعه يا اخ كريم. وعملت ايه بقى؟ انسان راح تقول للناس: يا ناس انسان قال لي كل ما فعلت، تعالوا شوفوا يسوع، انظروا تعالوا شوفوا الراجل ده، تعالوا اقبلوا الراجل ده، ده غير حياتي، ده غير مصيري من الى من الى ايه ده؟ من وضع لوضع ثاني خالص، من وضع لوضع. فما بالك هنا بوصي بقول له: ارعى خرافي. طب ارعى، خلي بالك من خلي بالك من اولادي، خلي بالك من اولادي. يا سمعان بيقول: خلي بالك من ولادي بطرس، خلي بالك من ولادي، دول غاليين عليا، خلي بالك من الجداء الصغيرة. كل خادم خلي بالك من اخواتك، اوعى تقول مذمة في حقه، قول كلام ايجابي، خليك دايما انقل الصورة الايجابية في حياتك ليهم. لو شفت الراعي، لو شفت اي حد تشوفه مسؤول في الكنيسة، اطلق صورة ايجابية وارفض الصورة السلبية. أرجوك بلاش الصورة السلبية، اطلق الإيجابي دايما علشان الخدمة تنجح. متبقاش أنت والأمور التانية، انهضهم، انهضهم بالأمر الإيجابي، وصلي لهم وباركهم وشجعهم وشددهم. يلا نقوله بفرض إنها أيام صعبة يا عم. هللويا هللويا. وبفرض انها ايام صعبه والناس
على موقف ومكان وهدور ليلي بأغنية طال في الدقيقة إيمان وأنا هعمل كل اللي علي أثبت على موقف ومكان وهدور ليلي بأغنية طال جرجر في ذله واللي ما استطش الليل كله رجع بيه جرجر في ذله لو سمع النعمة هتقوله واديله يكسب كأس ورياء وانا هعمل كل اللي علي على موقف ومكان وهدور ليل من أغنية بعد في الدقيقة إيمان وأنا هعمل كل اللي علي أثبت على موقف ومكان وهدور ليل من أغنية بعد ولا عمري هكابر على ضعفي من عارف حد وقدراتي ولا عمري هكابر على ضعفي من عارف حد وقدراتي عارف برضو اللي في صفي الله السامع لصلاتي وانا هعمل كل اللي علي أثبت على موقف ومكان وهدور ليل بأغنية بعد في الدقيقة إيمان وانا هعمل كل اللي علي أثبت على هعمل كل اللي علي أثبت على موقف ومكاني وهنور ليل بأغنية الحلم الجميل لحياتنا نوري وعناي نور عناي اللي بتشوف بيهم كلمتك وجدت كلامك كالشهد أحلى من العسل وقدر الشهاب وهنور ليل بأغنية بعد في الدقيقة إيماني وأنا هعمل كل اللي علي أثبت على موقف ومكاني وهنور ليل بأغنية بعد في الدقيقة إيماني الصوت الجميل ده رجل الله صوت الرب الرب يباركك ويستخدمك في كل مكان ربنا يخليك يا عبد الفالح ويديك الصحة دايما وانا هعمل كل اللي عليا ده الرب اللي عايزه منك النهاردة تعمل بس اللي عليك عارف بقى عزيز المشاهد اللي بتشوفني الله مش بس عايزك ترعى غنم اللي هي موجودة في وسط الحظيرة او يكونوا مؤمنين او بيروحوا الكنيسة لكن الله النهاردة جاي يديك الدور اللي عمله ابراهيم زمان لما صلى لأهل سدوم رغم كل الخطية اللي هم فيها رغم كل الأشرار الله عايزك تبكي وتتكفي على الأرض وركبك على الأرض ودموعك تنزل لأجل كل واحد خاطي بتشوفه وتعرفه لأجل كل واحد بعيد عن الرب إبراهيم كده قال للرب في تكوين 18 عدد 23 فتقدم إبراهيم وقال أفتهلك البار مع الأسيم عسى أن يكون 50 بار في المدينة
50 طب 40 طب 30 طب عمال يفاصل مع الرب يفاصل يفاصل قلبه مليان اشواق على كل غنمايه صغيره على كل جدي صغير على كل حاجه صغيره لا تذكر في القطيع بس ليها قيمه ومكانه عند الرب والرب في يوم من الايام بذل نفسه عشان خاطرها هو ده الدور اللي الرب عايزه مننا عايزك تكون مهما بتقع في ضعف ما بتخافش لكن ترجع للرب من تاني وتقول له كده اشواق للبركه جوانا تشبعنا رضا وتفيض فينا تغمرنا البركه وتملانا انهارنا تفيض من حولنا يا رب تكون الترنيمه اللي جايه ديت هي شوق كل قلب كل واحد فينا ان يكون نفسه يا رب قلبه مشغول قلبه بياكل على عمل الله ورعيه الله امين يا عمده اشواق في عدد يا عمده عجبني جدا بحبه وعند لما برنم العدد ده بحس نفسي ان انا يعني يا رب انا يعني مش عارف اعمل ايه واخد بالك اخويا الكريم نكرس بكلامك بجساره نزرع والمجد يكون نسمك المجد مش يكون ليان ولا الكرافات مثلا اللي بعملها ولا الناس اللي ربنا يباركك مش عارف خادم الرب ولا اخ فلان المجد يرجع لي المجد اولا واخيرا وما بينهما اولا واخيرا وما بينهما مجد يسوع في حياتي هللويا هللويا ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص وانا انقص هللويا ودي حاجتنا الايام دي يا عمده ان احنا مش عايزين نسمع مش عايزين نسمع احنا عايزين نشتغل صح ودعنا نعمل في صمت يا عمده عايزين بجد الناس احنا عايزين كخدام على فكره يا عمده المجال الروحي مفتوح يا جماعه المجال الروحي مفتوح جدا والرب هيرسل ناس اماكن كتيره جدا 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 ايوه والاماكن مفتوحه جدا جدا يلا استعد استعد انت بطل انت بطله استعد للخدمه انطلق في الخدمه ارجوك 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 ارعى خرافه ارعى غنمه ارعى غنمي ما تهتمش بالاي خطيه في حياتك قول باسم يسوع المسيح هتغلب عليها ومفيش خطيه لليوم مفيش شهوه مفيش اي شيء يمنعني عن اخدمك باسم يسوع الكل ينداس تحت الارض في سبيل اسمك يعلى فوق يا سيد الرب يسوع المسيح امين يا رب أشواق للبركة جوانا تشبعنا رضا وتفيد فينا تغمرنا البركة وتملانا أنهارها تفيد من حوالينا وبروحك تسمر في حياتنا وتبين ثمر الرمح فينا نعطش لحياة البركة من ضعف وأكتر تدينا أمر بالبركة في أيامنا ارجع بمرحمك وحينا إشراقة وجهك نستنى ندوب وتعالم أراضينا أمر بالبركة ارجع بمرحمك وحينا بشراقة وجهك نستنى ونقوم وتعالج أراضينا نزني كلامك بجسارة نزرع والمجد يكون لاسمك وبقوة روحك بحرارة نحصد ونفوس تعرف شخصك قوينا فنعمل أعمالك ودينا كما أعظم منها وحياتنا توافق أفكارك وإيماننا يزيد ونتممها أمر ارجع بمرحمك وحينا اشراقك وجهك استنى وتدوب وتعالج اراضينا امر بالبركه في ايامنا ارجع بمرحمك وحينا اشراقك وجهك استنى وتدوب وتعالج
نعالج أراضينا، عايزين تيجي السلطانة تطمر لحياتنا بحرية، نثبت في الحق حررنا من كل خطية وعبودية، من كسب باطل نقينا بروح الحق اتنورنا، ورس الكلمات يشفينا اظهر في صلبنا وغيرنا، وامر بالبركه ارجع برحمك وحينا، اشراقة وجهك نستنى وانتو اشراقت وجهك نستنى وتدوب وتعالج أراضينا، عايزينك تملك في حياتنا بقوة روحك عاش فينا، اسكن في القلب وكل من غير ولا ركن، من غير ولا ركن املك في القلب يا سيد، املك في القلب وعلمنا نديلك راحتك في كياننا، طور اذهاننا وفهمنا وتعامل مع بط ايماننا، وامر بالبركه ارجع ببرحمك وحينا، اشراقه وجهك نستنى وتدوب وتعالج أراضينا، وامر بالبركه ارجع ببرحمك وحينا، اشراقه وجهك نستنى وتدوب وتعالج أراضينا. الوقت عدى معاكم بسرعه، قبل ما الحلقه تخلص ناخد عددين من ترنيمه غني غني وكمل ترحالك، وانطال تقول اعني هو مكمل مشوار لدوم. مبارك اسم الرب الى الابد، وحدك صانع عجائب يا رب، وحدك اللي بتطيب الخاطر يا رب، مبارك اسمك الى الابد. غني وكمل وطالت يا عمر، قول أعني هو مكمل مشوارك، خافش هو معاك مش هيسيبك، خدمتك ناجحة باسم يسوع أعظم المتصلين. هللويا غني أعني هو يكمل مشوارك، غني 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 وكمل ترحال، وانطال قول أعني هو يكمل مشوارك، لما تزيد الهموم عز الإله اتشدد بهوم، قط البكرة معاه مش دي النهاية، غني انت الحكاية، غني مش دي النهاية، غني انت الحكاية،
فرح أنغامك. غني 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 وكمل ترحالك وانطالب قول أعني كمل مشوارك. غني 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 قول أعني هو يكمل مشوار. ما تصدقش انكساري يمنع فيك الحياة ولا يجي انتصار. ما بتسبقهوش الآه وارك. غني 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 وكمل ترحالك وانطالب قول أعني هو يكمل مشوار وانطالب قول أعني هو يكمل مشوار. اتبركت بيك جدا يا رجل الله، نورت الدوار يا غالي. يديك الصحة دايما وطول العمر. الله يباركك يا رجل الله. وتعيش ودايما دوارك مفتوح. الله يبارك كل خدام الرب. هو دوار كل المرنمين. طبعا. حبيبي الكريم الله يباركك ويستخدمك يا غالي. وإلى لقاء قريب أحبائي ودوار العمدة. العمدة فالح بيحييك واجدع تحية واجدع سلام، جاي النهاردة عشان يدعيك ونكرم يسوع بأحلى الكلام. العمدة فالح بيحييك واجدع تحية واجدع سلام، جاي النهاردة عشان يدعيك ونكرم يسوع بأحلى الكلام. وكل راح هنا نتجمع ومعانا احلى المرنمين،
نتعزى بالرب ونستمتع يملانا بركة وقولوا أمين. وكل يوم رحنا نتجمع ومعانا أحلى المرنمين، نتعزى بالرب ونستمتع يملانا بركة وقولوا أمين. وكل يوم رحنا نتجمع ومعانا أحلى المرنمين، نتعزى بالرب ونستمتع يملانا بركة وقولوا أمين. العمدة فالح راجل أصيل على طول يصلي باستمرار ويجمع أهل البلد يماتي يقعد يرنم في الدوار. العمدة فالح راجل أصيل على طول يصلي